يا مالك الأمر، إني أقف على أعتابك، فهل صفحت؟ يا الله يا الله يا خالقي ويا باعث النبض بوريدي، يا كاشفا عني الهم ويا غاسلا بالسلام تنهيدي، جئتك وكل ذنوب كل عيوب، فهلا غسلتني بماء صفحك يا رحيم رب الوجود، تقبلني كطائعة أتتك راكعة تحمل أوزارها جهرا تريد أن تتوب. إلهي إلهي ومليكي، خذ بيدي فلا سند لي إلاك، وحدك نجاتي ومناجاتي إذا ما قادتني أفعالي لدرب الهلاك. يا خالقي يا خالقي ويا من له التدبير، دبر لي أموري فلست أأتمنها لدى غيرك، كثرت ذنوبي وزادت بفؤادي ندوبي، فمن غيرك يا محبوبي يمسح ما بي من ضر، بصغر إيماني أعفوك كبير وبقدر عصياني سترك أكبر. خذ بيدي خذ بيدي إلى صراطك الذي أخاف أن تلتهمني النيران إذا لم ترحمني باتباعه. يا الله يا طمأنينة كل خائف، يا من للخير كاشف، أمتك ترتجي الصفح فاعف عني، يا من لا يرد رجاء من رفعت بالدعاء يداه. هاي مشاركة ليندا، تحياتي للجميع.